نسبة محمد رمضان والفن والفنانين اللي أصبحوا يرتعون في بلدي حيث أرض النفاق للأسف الشديد. كان في مشهد بصراحة كوميدي الحقيقة. قبل الحلقة قاعد كده في أمان الله لقيت الناس قاعدة تبعت لي إنه الواحد اسمه حمو بيكا مطرب شعبي أو مهرجانات مش عارف إيه عامل فيديو بيشتمني فيه عادي يعني مش الجديدة مش هو أول واحد يعني عادي كل واحد عايز يحظى برضا النظام بيعمل العملة دي مش جديدة ولقيته دلوقتي فلما بص لقيته العنوان الرئيسي دلوقتي ودخلت الصحف آخر 24 آخر ساعة آخر ساعة العنوان الرئيسي بكل صحف مصر الفيديو بتاع مجدي يعقوب قصدي حمو بيكا بتاع عصام حجي عصام حجي أعوذ بالله لا يمكن في ظل البياض الذي يظلل تلك البلاد. فقلت فهمونا يا جماعة في إيه إنه بصراحة وبدون يشهد ربنا صعبان عليا زي غيره. وحقيقة متابعتي الموضوع أزمة المهرجانات دي من بعيد شويتين يعني مش قوية قوي اللي أنا عارفه إن كان ليه مشكلة إن هم منعوه من غناء وكان من فترة راح نقابة الموسيقيين وعمل مشكلة عشان يعترض على منعه من الغنى. السلام عليكم. هنا دي مانع الموسيقية هنا في مصر اللي بتمنع اي شاب يبقى ليه جمهور يغني هنا في مصر اللي هنا المهنه الموسيقيه دي اللي كل واحد انا جاي بقول له عايز اشتغل طالب مني 300,000 و400,000 جنيه عشان اخش النقابه. انا سافرت بره مصر اشتغلت والناس رحبت بيا واعترفوا بيا ان انا بغني. الموضوع واضح انه تطور معاه وسخن فغلط حمو بيكا واعلن انه هيعمل ثوره. المرة دي أنا عملت لايف، المرة الجاية هنزل الشارع والناس كلها هتنزل معايا وحد أنا هكسر في النقابة ومحدش هيمنعني، محدش هيمنعني غير الموت ولو هنحبس أنا مش خايف من أي حاجة وهتحبس هنا وهموت هنا. المرة الجاية مش هحل لكم هنا وحاجة أعمل لكم ثورة هنا. كان ناس يقول هتحبس هنا وأموت هنا وهيتعمل لي جنازة عسكرية هنا زي مبارك. يعني هتحبس هنا ويبقى عليا حكم نهائي هنا وهموت هنا ويطلع لي جنازة عسكرية تتصدرها الناشين زي مبارك عادي يعني إيش من حقه يحلم اوعى تصدر على حلم حد. لكن مش دي كانت الأزمة. غلطة ان انا هنزل اعمل ثورة دي غلطة كبيرة جدا جدا في مصر. والحق يقال حمو كل ما جنطق الاسم انا اسف مقصودش اي هنا خالص يعني مقصودش اي هنا لكن حمو تخيل انت لما جاي تصدرها حمو وشكو لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. حمو اجتهد بعديها انه يحاول يمسح الغلطة اللي هي لحظة الغضب الشيطان اللي دخل بينه وبين النظام المجرم في مصر فعرض انه يغني ببلاش ويغني لمصر ويتبرع لصندوق تحيا مصر لعله يرضى عن الفرعون. اتحدث انا ابعت رسالة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس احنا كلنا عيالك وانت بتجيب حق الغالبة. هلف على محافظات مصر كلها عامل فيها حفلات لصندوق تحيا مصر وانا مش عاوز منها جيب. كنت هعمل حفلة اسمها تحيا مصر بس هي واقفة على ورق وتراخيص. انا خدمكم عجين الفلاح والله اتدربت عليه نوم العازب مشهد بعمله بمنتهى البساطة. عايزين مني ايه؟ البيادة ريحتها عندي احلى من ريحه اي برفيوم عالم. انت تحب ايه حضرتك؟ السيسي ما سالش فيه. بقول لك صعبان علي عمل مهرجانات لكل حاجه غنى للكورونا اغنيه مهرجان الكورونا فيروس الكورونا حمو بيكا وميسره كلمات الشاعر الفاجر يا نهار ابيض. بص حضرتك مش عارف حقيقه المشهد الجميل ذو الرائحة النتنة في مصر الشعر الفاجر جاب الشعر الفاجر عشان يغني للكورونا. ما الكورونا دي فيروس جامد جدا لازم يتغلب عليه وما فيش كورونا ولا حاجة. قلب الأغنية تعريض للسيسي والجيش. تعرفش ايه علاقة السيسي والجيش بالكورونا؟ دي كلمات الأغنية مش هعرضها لك يعني. ليه الناس كلها في الصين بيفطروا نمل وتعابين؟ احنا معانا طبعا خلصانة معانا جيش ورئيس يحمينا.
خلصة. بص السيسي بيقف كده يحط صدره كده قدام الفيروس ان شاء الله عشان يصدوا عن دخول لمصر. انتوا الغالي بي بي بيرخص ليكم، انتوا طبعا نور عينينا. اي بص تعريض حتى الثمالة. برضو حمو معرفش الطريق، محدش عبره. تعريض وعرض، نفاق ونافق، اصلاح مجتمع. والله الواحد محرج. وصلح، دخل فيه السيسي والجيش، مفيش. عمل مهرجان تاني غير الكورونا برضو يا جماعة. واضح بقى بعد التوهان ده حد كبير نصحه بالنصيحة اللي هي مفتاح السحر لحل الأزمات. الحمد لله الذي شغلهم بنا ولم يشغلنا به. مخابرات حربية، مخابرات رئاسة جمهورية، أعمل إيه يا باشا؟ أعمل إيه؟ إزاي ترضوا عني؟ يا ابن الطريق معروف، لو جيت سألتنا من الأول كنا جاوبناك بدل التعب ده كله والمرمطة اللي أنت فيه. اطلع اشتم معتز مطر، قول عليه خاين والمعارضين دول خاينين. بسيطة دي، رخصة المواطن الشريف في بلد ربك اللي يعلم بحالها. الرسالة دي لأي خاين عميل زي معتز مطر. انت قاعد بره هربان بره مصر، البلد اللي انت متعرفش تنزل فيها اصلا ولا تقعد فيها ثانية. الرسالة لمعتز مطر وأي خاين عميل وكلب قاعد بره مصر، الرسالة دي ليك. لما تيجي تقعد تهلل ما تجيبش بسيرة مصر وتقعد تهلل فيها، عشان انت مش فاهم أي حاجة في الزمن ولا فاهم أي حاجة في الحياة. هيا حمو بيك قاعد جوه مصر حقيقة ومزلول، يعني أنا مش فاهم يعني. والله ربنا يسامحه، عمل اللي عليه الراجل، أدى الواجب كله، شكر سيادة الرخيص يعمل مهرجانات لتحيا مصر، جاب الشعر الفاجر عشان يقوم الكورونا، غنى للجيش والسيسي، وطلع شكرني شتمني وشكر في السيسي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بحبه أولا، عن برا عن أي حاجة، ودي بلدي بحبها مصر اللي أنا عايش فيها وعمود فيها. لما تطلع تخبط وتطلع ترزق ما تجيب سيرة مصر عشان أنت خاين وعميل وما تعرفش تنزل بلدك دي. أنت أصلا اتولدت هنا في مصر وعشت هنا في مصر، بس أنت خاين وكلب عشان كده طلعت برا. الراجل عمل اللي عليه، غلط في لحظة غضب وقال ثورة، والكلمة دي تتساوى استغفر الله العظيم مع الكفر في بلادي، بس هو طلع شتمني وشكر في السيسي. تعرفش ايه اللي جمع الجملتين؟ اصبح وطني مخلص وحقيقة بس في حتة انا مش عارف ليه زمايلي ما جابوهاش، دي هي دي اللي وروهاني بتاعت وانت ايش عرفك في سد النهضة وايه اللي جابك لسد النهضة وايش عرفك في الجيش وبتاع. حمو بيك حمو ولا اهانة يعني، ما بهنش الراجل، راجل محترم. فانا دي شهادة مني بقولها اهو يا جماعة على الهوا، فضل الله بيشوفنا ملايين ملايين، فانا بقول للمخابرات الحربية والنظام حمو بيكا مواطن شريف ارحمه، طلع شتمني واجتهد الحقيقة في الشتيمة عشان يرجع يغني تاني. يعمل ايه تاني؟ اللي طلبتوه نفذه، ودافع عن الجيش ومجد في السيسي واستمر في الشتيمة. سيرك هتيجي. غير كده المهرجان هو مش الحكومة ولا الجيش اللي موقفاه ولا أي حاجة، دي حاجة اسمها المهن الموسيقية اللي هي في مصر، هي دي اللي موقفة المهرجان، وبإذن الله هيشتغل ما يشتغلش احنا يعني معهم على أي قوانين هم هيقولوها. الجيش ولا ليه دعوة بأغاني ولا ليه دعوة بمهرجانات ولا الكلام ده. كذاب للأسف من غير إهانة يعني، وعارف إنه كذاب للأسف من غير إهانة يعني، وعارف إنه خدام للأسف بدون إهانة يعني. والخدمة شيء رائع، وظيفة محترمة لما تكون لكسب القوت وغير مقرونة بالتعريض. ده أنت ما تقدرش تخش يعني دور القوات، أنت مش حكاية مهرجانات، تقدرش تغني في طهور في مصر من غير ما الجيش يوافق. احمد بعت يقول، احمد منصور يقول لي شتمتك يا استاذ معتز بقت قسم القبول في النقابه. يقف يقسم على القبول ان هو يعلن الشتيمه، الله يرحمه زي شعبان كده ومن تبعه. الراجل كمان حب يجود وقال لك اتفاقيه سد النهضه وبتاع، وقال لك وايش عرفك، وجاب اصحابه يعني لم اصحابه، قال لك يمكن يكون بالجمع يكون اكتر عشان يشتمونا. انت هتقعد تخبط وتقول لي نيل نيل ايه؟ انت تعرف ايه انت عن النيل اصلا ولا تعرف ايه عن مصر؟ انت هربان بره مصر. الرساله دي بيتمول للخاين معتز مطر.
خان يا خاين يا عميل. تعالى بقى انت واحد هربان بتتمول من الارهاب ومن الاخوان والناس كلها عارفه كده. فكروا قالوا متمول يا ابو صلاح متمول، حط كلمه متمول همه بيك. قال لك اخوان متمول يعني ايه تاني بقى الراجل يعمله؟ هالراجل كمان جاب اصحابه واصحاب اصحابه عشان يقول لكم هذا الكلام المؤثر. دي دعوه للمخابرات الحربيه رئاسه الجمهوريه انها تفك الحظر عن بيكا. فانت البلد اللي انت بتشتم فيها ديت افتكر لها ولو حلو واحد ولو سنتي انت تربيت فيه وكلت فيه وشربت فيه، افتكر صحابك افتكر اهلك اللي انت سايبهم، ما تبقاش بتتمول من الخارج ومن الارهاب ومن داعش وتيجي تشتم في البلد. احنا مالكش دعوه بينا، احنا راضيين. واحنا راضيين اهو، احنا عايشين يعني في مصر. احنا راضيين مالكش دعوه بقى بالمهارات، احنا عايشين في مصر. على وضعك انت راضي موضوع ربنا يكرمك بيه، انما داعش دي جديده، يعني داعش دي جديده يعني حتى النظام ما قالهاش حقيقه. ما اعرفش دي مرحله جايه ولا ايه. وبالنسبه للولد ده مطرب مهرجانات ولا الشاعر الفاجر؟ يعني ده الفاجر ولا حمو صاحب حمو ولا مطرب مهرجانات؟ ارجوكم رجعوه يا جماعه، ارجوكم رجعوه. طب ايه هي الحته اللي ممكن يكون أرجوك شو برجوك إيه الحتة اللي ممكن يكون نساها بعد التمويل؟ الولد ده الشاعر الفاجر قصدي المطرب، والله ما عارف هو الشاعر الفاجر ولا المطرب، افتكروا بيها فكروا بيها بتاعت التمويل. هاجمني وهاجم الإخوان ومصر ومجد السيسي وإحنا راضيين. شفتوا هم بيقولوا كده يا عم إحنا عبيد. تمام تمام تمام. قال لك إذا رأوا الحرية تمطر اشتروا مظلات. ناقصوا إيه؟ تركيا، لازم يهاجم تركيا. لما تيجي تحب تهلل ما تجيبش سيره المهرجانات ولا بالبلد ولا بالرئيس ولا بالجيش ولا بالشرطه، عشان انت كلب. هو جزمته انضف منك، انت كلب. والدوله اللي انت بتبس منها ديت دوله ارهابيه كلها عارفه، يعني الدوله اللي انت فيها اسطنبول اللي انت فيها دوله ارهابيه كله عارف يعني. احيانا اول مره اعرف دلوقتي على الهواء، والله انا اقسم بالله ما شفت دي، هم قالوا لي على حته ولا شفت البتاع كلها، يشهد الله انا بشوفها اول مره معاك، لكن هم قالوا لي على حته سد النهضة. انما بحكايه ان تركيا اسطنبول بقت دوله دي جديده عندي برضو جديده، يمكن ده خبر جديد اعلنه اردوغان النهارده واحنا مش جارين بيه. حمو الفاجر او حمو المطرب يمكن عارفين قصده تركيا طبعا، معلش مشوها في المخابرات، دوله اسطنبول تمشي تركيا. قال له تمشي؟ قال له والله تمشي وانت عارف انها تمشي. هو نسي قطر للاسف، نسي قطر. وهو لو كان سالني وبعت لي الفيديو قبل كده قلت له لو حطيت قطر يعني هتفرق كتير. حمو بيكا تعب وعايز يغني لمصر. معتز يا مطر يا ناقص، دي بقى واحدة مصرية دي كاتك نيلة كاتك نيلة. رسالة ليكم لكل الإخوانيين، بص يا معتز يا مطر مش هيبقى ورا مني غير الشمسية يا مطر. يا مطر انت خاين وعميل، انت خاين وعميل يا معتز يا مطر، انت خاين وعميل. يا جماعة مصر دي أرضنا، تحيا مصر. مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا، وتحيا مصر شعبا وجيشا وشغلا. انتظروا الأغنية الجديدة يا جدعان لمصر بإذن الله. أنا بقول له الغنى المصري مش كفاية، محتاج تعمل مهرجان، يعني ده لو ناقص. لو تاخد بالنصيحة من الخاين العميل، لو تعمل مهرجان تشتمني فيه ممكن وضعك يكون أحسن. مهرجان إيه؟ خدش أي حاجة، الشعر الفاجر على الملحن الساهر، واحد مش عايز يغلط. ولو المخابرات ما اقتنعتش انك وطني زي ما بقولك اعمل مهرجان اشتمنا فيه واشتم المعارضين. للأسف هي البلد ماشية كده، للأسف مصر بقت ماشية كده. تصدقنا بأعراضنا لله، الناس قاعدة تكتب ما يستاهل. يا عم تصدقنا بأعراضنا لله، والله غلبان غلبان وبياكل عيش. أكلوه هو والفاجر، لعبوه المخابرات، قدم أوراق اعتماده لعبوه.